السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد بخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم نموذج رقم 2 من فرد من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية من مادة النشاط العلمي، المستوى السادس ابتدائي. من بعد ما درس معكم النموذج الأول اللي غادي تلقاوه اللي ديالو في الديسكريبسيون، اليوم إن شاء الله غادي نديرو النموذج رقم 2 دائما في مادة النشاط العلمي مستوى السادس ابتدائي. وهذا الفيديو غادي يكون برعاية قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. إذا عندي هنايا 4 ديال الأنشطة كما العادة، كما عودتكم 4 ديال الأنشطة، 3 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. أجدد الترحاب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبة للمتتبعين الأوفياء اللي دائما حاضرين في القناة، كنرحب بكم وأطلب منكم كذلك أن تشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش الفيديوهات ديال القناة يوصلوا لأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات والمستفيدين والمستفيدات إن شاء الله من التلاميذ المغاربة. مرحبا بكم. إذا نبدأ على بركة الله. النشاط رقم 1 عليه 4 ديال النقاط، أصل بخط العلاقة الغذائية بتعريفها المناسب. إذا كما كتعرفوا بأنه في واحد الوسط بيئي كاين بزاف ديال العلاقات ما بين الكائنات الحية، وهذه العلاقات بطبيعة الحال كتكون علاقات مبنية على الغذاء، يعني علاقات غذائية. ومن أهم العلاقات الغذائية التي نعرفها وهي علاقات التنافس، التعاون، الافتراس والتطفل. سنعرف كل علاقة وتعريفها، ما معنى التنافس، ما معنى التعاون، ما معنى الافتراس، وما معنى التطفل. إذا بالنسبة للتنافس، وش هو علاقة منفعة بين كائنين؟ علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، علاقة يتضرر فيها الطرفين، هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي. إذا التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين، التنافس كيكون الضرر للطرفين. إذا التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين لأنه كيحدث شجار ولا تنافس ما بين كائنين حيين يقدر يكونوا من نفس النوع على مثلا المسكن أو لا على المأكل، وبذلك يتضرر الطرفين. مثلا واحد ممكن يحصل على جروح خطيرة، واحد ممكن يموت مثلا من بين هذين المتنافسين. مزيان، التعاون. دابا التعاون وش هي؟ علاقة منفعة بين كائنين، علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، أو لا هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي. إذا التعاون هي علاقة منفعة بين كائنين. ونذكر مثالا، وهو مثال النحلة مع الوردة مثلا أو الزهرة. إذا ذاك الزهرة تستفيد من النحلة والنحلة تستفيد من حبوب اللقاح ديال هاد الزهرة. نمر إلى الافتراس. الافتراس هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي، هي علاقة بين كائنين حيين، وهي العلاقة التي تخلص الوسط البيئي من الكائنات، من الحيوانات المريضة والضعيفة. ويبقى لنا التطفل. العلاقة ديال التطفل هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، حيث كيكون واحد الكائن مستفيد وواحد الكائن ما مستفدش، يعني متضرر. مفهوم؟ هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. غادي ندوزو الآن إلى النشاط رقم 2، انتبهوا معايا دايما. ده النشاط رقم 2، أحط بخط التعريف الصحيح للتوازن البيئي. ده ماذا نقصد بالتوازن البيئي؟ التوازن البيئي واش هو؟ توازن بين المكونات الإحيائية فقط، ولا هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية، ولا هو التوازن بين المكونات الغير إحيائية. إذا التوازن البيئي، ليكيليبر في واحد ليكوسيستم، يعني التوازن في واحد الوسط البيئي، توازن داخل وسط بيئي، هو التوازن الذي سيحصل ما بين المكونات الإحيائية أي الكائنات الحية والمكونات غير الإحيائية أي الكائنات غير الحية. وبالتالي التعريف المناسب للتوازن البيئي وهو التعريف باء، يعني التوازن البيئي هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية. وبهذا غادي نكون حصلنا على نقطة في هذا النشاط رقم 2. ندوزو للنشاط رقم 3 اللي هو اون فرونسي اكتيفيتي 3. كومبليت لو باراغراف افيك لي مو كونفينابل فيفونت ميليو كومبوزونت. هاد الباراغراف هادي، هاد الفقرة هادي غادي نكملوها بهاد ثلاثة ديال الكلمات. عندنا فيفونت اللي هي حية، ميليو اللي هو وسط، كومبوزونت يعني مكونات. اذا ليكوسيستيم اي لو ناتوريل او اون تروف دي كومبوزونت اي دي non vivant. إذا ليكوسيستيم الوسط البيئي ووسط طبيعي فين كنلقاو او اون تروف، كنلقاو شنو؟ مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية. إذا ليكوسيستيم اي لو ميليو هو وسط
et le milieu naturel où on trouve des composantes كنلقاو فيه ماذا composantes vivantes et des composantes non vivantes إذن vivantes et des composantes إذن نكتبو composantes non vivantes إذن الوسط البيئي هو مكان طبيعي كتوجد فيه مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية l'écosystème et le milieu naturel où on trouve des composantes vivantes et des composantes non vivantes. هذا السؤال هذا عليه ثلاثة ديال النقاط يعني نقطة على كل فراغ. غادي ندوزو للنشاط الرابع وهو النشاط المتعلق بصحيح أو خطأ والنشاط الأخير. إذا أجب بصحيح أو خطأ. السؤال عليه جوج ديال النقاط 0.5 لكل عبارة. إذا بطبيعة الحال هنايا كل عبارة غادي ندير إما صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة غادي نكتب صحيح، إذا كانت العبارة خطأ نكتب خطأ. توجد في الوسط البيئي المكونات الإحيائية فقط. إذا هنا عبارة خاطئة، إذا نكتب خطأ. لماذا؟ لأنه في الوسط البيئي هناك مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية. الوسط البيئي أصلا التعريف ديالو هو مكان طبيعي سواء مائي أو بري تعيش فيه الكائنات الحية والمكونات الغير إحيائية. إذا في الوسط البيئي يتكون من المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية. ترتبط المكونات الإحيائية فيما بينها بعلاقات غذائية داخل وسط بيئي. صحيح. إذا الوسط البيئي يمتاز بوجود علاقات غذائية كثيرة. بين هذه العلاقات هما العلاقات اللي ذكرنا في السؤال أو في النشاط رقم واحد: تنافس، التعامل، الافتراس والتطفل. إذا المكونات الإحيائية أي الكائنات الحية من حيوانات وديدان وحشرات إلى غير ذلك، هناك علاقة أو علاقات غذائية ما بين هذه المكونات الإحيائية داخل هذا الوسط البيئي. ندوزو للعبارة الثالثة: التعاون هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. إذا التعاون واش هو فعلا علاقة يستفيد كائن ويتضرر كائن آخر؟ إذا هذه هي عبارة خاطئة، لأن التعاون هو علاقة منفعة بين كائنين، يعني الكائنين بجوج بهم كيكون المنفعة. وبالنسبة لهذه علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر هي علاقة ديال التطفل وليس التعاون. يعني هنايا هذه العبارة هذه عبارة خاطئة. التعاون هو علاقة استفادة كائنين أو علاقة منفعة بين كائنين وليست علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. ندوزو العبارة الرابعة والأخيرة: لا يؤثر تدخل الإنسان على التوازن البيئي. وهي عبارة خاطئة، لأنه الإنسان يؤثر سلبا على التوازن البيئي، وهذا التأثير كيدخل ضمن العوامل البشرية، بخصوص مثلا قطع الأشجار كيأثر على التوازن البيئي في الوسط البيئي الغابوي، كذلك الرعي الجائر. إذا مجموعة من السلوكات كيديرها الإنسان وكيأثر على التوازن البيئي داخل وسط بيئي. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. هذا الفرض سهل، وكنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. أنا دائما معكم، زيدوا ساندوني باش نزيد ندير لكم مجموعة من الفروض، مجموعة من الدروس ومجموعة من الامتحانات إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.